مثل نظرائهم من الكلاب. يمكن للقطط الاستمتاع بالعديد من الفوائد الصحية المتعلقة بزيت الزيتون وذهونه الأحادية غير المشبعة. يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، ويعزز جهاز المناعة ويساعدهم على إنقاص الوزن. يقلل هذا الانخفاض في الوزن أيضا من خطر الإصابة بسكتات دماغية. يمكن أن يكون الإمساك مشكلة كبيرة للقطط وقد يؤدي حتى الموت. زيت الزيتون علاج طبيعي لهذه المشكلة، لما له من تأثير ملين. ليس من المستغرب أن يكون زيت الزيتون أيضا علاجا لكرات الشعر. تقترح شركة توريد الحيوانات الأليفة خلط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في طعام قطتك لمدة 3 أيام كعلاج لكرات الشعر. ستؤدي إضافة زيت الزيتون إلى نظام قطتك الغذائي بانتظام إلى الحفاظ على لمعان ونعومة الفراء. يوصى بإضافة ملعقة زيت الزيتون في طعام قطتك 3 مرات على الأقل في الأسبوع. اخلطيها جيدا حتى يمتص الطعام الزيت. خارج النظام الغذائي لقطتك، يمكن لأصحاب الحيوانات الآلفة استخدام زيت الزيتون لمنع الالتهابات الأذن. لتنظيف آذان القط بزيت الزيتون، استخدم قطارات أذن بلاستيكية أو حقنة وكرات قطنية ومنشفة ووعاء من حرارة جسم القطة عن طريق وضع وعاء زيت الزيتون داخل وعاء الماء الدافئ. املأ قطارات الأذن أو المحقن بقليل من زيت الزيتون. أضف قطرة أو قطرتين في فتحة قناة أذن القط. قم بتدليك منطقة الأذن بحركة دائرية للتأكد من دخول السائل إلى قناة الأذن. كرر الحركة 5 مرات لكل أذن. عند الانتهاء اسمح لقطتك بهز رأسها لمدة 5 دقائق، ثم نظف الجزء الخارجي من الأذن باستخدام كرات قطنية أو منشفة نظيفة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.